يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. النهاردة إن شاء الله عندنا كالعادة العديد من الأمور اللي هنتكلم فيها، والعديد كمان من الموضوعات اللي بتهم كل جمهور النادي الأهلي، خصوصا في فترة غاية في الأهمية زي هذه الفترة اللي احنا بنمر بيها، بالتحديد فيما يخص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، واللي في الحقيقة داخلين في مرحلة حاسمة. وزي ما اتكلمنا قبل كده عندك 4 مباريات، يبان ان العدد قليل في شهر واحد، يعني الشهر اللي احنا فيه ده عندك 4 مباريات بس. العدد ممكن يكون باين ان هو قليل، لكن ال4 مباريات اهم من بعض، وهيحسموا بشكل كبير جدا مشوار النادي الاهلي، سواء في بطولة الدوري او حتى في بطولة دوري ابطال افريقيا. البطولتين جمهور النادي الاهلي مستنيهم بشكل كبير جدا. بطولة الدوري النادي الاهلي كان بعيد شويه لظروف ما كلنا عارفينها، سواء كانت بتتمثل في الاصابات، تتمثل في ضغط المباريات، الوصول لنهائي البطوله الافريقيه، بطوله دوري ابطال افريقيا، بالتالي كان عندك مؤجلات كتير، بالتالي كان فارق النقاط كبير ما بينك وما بين المتصدر نادي الزمالك. لكن دلوقتي فرق النقاط بقى 4 نقاط فقط، وارد ان شاء الله باذن الله ان هو يقل هذا الفارق. ان شاء الله الاهلي ينتصر في مباراته الغد امام بتروجيت، مباراه مهمه جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت من المنتظر او نتمنى ان ممكن نادي الزمالك، هو فريق كبير في الحقيقه وفريق محترم وعنده قاعده جماهيريه كبيره جدا جدا، ودايما المنافسه بتكون ما بين الاهلي والزمالك قطبي الكره المصريه، لكن وارد ان هو يتعثر امام فريق المقاولون العرب قبل مباراته اللي هيواجه فيها النادي الاهلي يوم 30، وهي اخر مباريات النادي الاهلي في هذا الشهر. بتروجيت، فيتا كلوب في الكونغو، شبيبة الثورة إن شاء الله في مصر، يكون الأهلي حسم التأهل لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال أفريقيا عشان يتفرغ بشكل كامل جدا جدا لمباراة الزمالك مع نهاية هذا الشهر، بالتحديد اليوم قبل الأخير من شهر مارس يوم 30. بالتالي من هنا جاية أهمية هذه المباريات، من هنا باين التحدي الكبير اللي هيمر به فريق النادي الأهلي خلال الفترة الحالية، واللي هيبتدي إن شاء الله بداية من مواجهة بتروجيت غدا، مباراة صعبة جدا الساعة 7 في ملعب بترو سبورت، مباراة النادي الأهلي، وبالتالي بيستعد ليها النادي الأهلي بكل قوة. الفترة اللي فاتت لأول مرة النادي الأهلي يكون عنده 7 أيام راحة، وده شيء جيد، من خلاله قدر الجهاز الفني إن هو يعمل عملية الاستشفاء للاعبين بشكل مناسب شوية، لأن احنا عارفين الأهلي كان بيلعب كل يومين 3 ماتش، فبالتالي ما كانش فيه استشفاء بالشكل المطلوب بالنسبه للاعبين، بالتالي ايضا كان في بعض المباريات الاداء ما بيكونش بالشكل اللي احنا مستنيينه، لكن كان دايما الاهم ان النادي الاهلي بيحقق الفوز وال3 نقاط في بطوله الدوري، وده اللي خلاك خلاص ان انت بتنافس بكل قوه. فتره الراحه دي اكيد استغلها الجهاز الفني بشكل جيد، بالتالي من المنتظر ان شاء الله باذن الله ان احنا بكره نلاقي باذن الله نتيجه واداء، وان لم يكن طبعا نتيجه اهم بكتير جدا، 3 نقاط ان شاء الله تضاف لرصيد النادي الاهلي قبل مواجهته المقبله في بطوله الدوري امام نادي الزمالك. خليني اقول لكم ايضا ان في هذه اللحظات وانا بتكلم معاكم خلاص الفريق بيختتم استعداداته لمباراه الغد من خلال المران الاخير اللي كان او اللي بيجرى في هذه اللحظات على ملعب مختار التتش بالجزيره، واللي من خلاله هيعلن مستر لاسارتي وجهازه المعاون على القائمه اللي هيختارها لمباراه الغد، واللي قد تشهد انضمام عدد من اللاعبين اللي كانوا مصابين سواء الفتره اللي فاتت او اخر كام مباراه بالتحديد، ممكن ينضموا لقائمه النادي الاهلي لهذه المباراه. بشكل عام اول ما القائمه هتطلع اكيد هنقولها لحضراتكم ونوفيكم بكل ما هو جديد خاص بفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي قبل مباراته الهامه جدا جدا بكره ان شاء الله. طيب بالمناسبه كمان يعني كان في كلام الفتره اللي فاتت عن محمد الشناوي، بدايه فيما يخص حاجتين يخصوا هذا اللاعب، سواء من ناحيه الاصابه عايزين نطمن جمهور النادي الاهلي، خلاص الشناوي شارك في التدريبات الجماعيه بالامس واول امس كمان، وبالتالي النهارده شارك بشكل جيد، فخلاص الشناوي ان شاء الله هيكون من ناحية طبية جاهز جدا، بالتالي ايضا هيكون متواجد في قائمه النادي الاهلي، هو اللي هيحرس عرين النادي الاهلي في مباراه الغد. كمان الخبر الثاني اللي بيخص محمد الشناوي ان خلاص تم الانتهاء بشكل كامل من اجراءات سفر اللاعب للكونغو، واحنا عارفين ازمه التجنيد كانت ممكن تكون عائق في سفر محمد الشناوي للكونغو، لكن خلاص ده طبقا لتصريح خدناه قبل الحلقه مباشره من الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره،
ان تصريح السفر الخاص بمحمد الشناوي تم الانتهاء منه بالامس، واللاعب اصبح متاح للجهاز الفني ان شاء الله في مباراه فيتا كلوب ان شاء الله باذن الله هذا الشهر. مباراه هتكون مهمه جدا في الجوله الخامسه من دور المجموعات، وبالتحديد المجموعه الرابعه في بطوله دوري ابطال افريقيا. هذه البطوله الهامه جدا، ده خصوصا بعد اصابه كمان شريف اكرامي بشد في السمانه، بالتالي هيغيب شهر ونصف عن الملاعب ومش هيكون بيشارك مع الفريق خلال هذه المده. في نفس السياق احنا عندنا حراس اكيد جيدين جدا، سواء علي لطفي بجانب محمد الشناوي، ايضا مصطفى شوبير واحمد طارق سليمان، حراس واعدين وهيكونوا ان شاء الله اضافه كبيره جدا بالنسبه للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. طيب زي ما عودناكم ان احنا هيكون عندنا اكيد فقرات هامه وعندنا اخبار مهمه جدا هنتكلم عليها وهنعلق عليها كمان، وخصوصا الاخبار اللي ممكن تكون سلبيه شويه او اللي ممكن تكون بتصدر بعض القلق لجمهور النادي الاهلي. احنا دايما هنقول لكم هنا الحقيقه وكل ما يخص الفريق بشكل صادق جدا عشان تطمنوا بشكل اكبر واكبر على فريق النادي الاهلي في هذه المرحله. الجزء الثاني ان شاء الله من حلقه النهارده هيكون معانا الضيف الناقد الرياضي بالاهرام الاستاذ محمد باهي، في فقره هتكون حواريه هنتكلم فيها في العديد من الامور اللي بتخص الفريق واللي بتخص الكره المصريه بشكل عام، خصوصا ان طبعا الكره المصريه او المنتخب المصري بالتحديد مقبل على بطوله الامم الافريقيه كمان، هتكون بطوله مهمه جدا على الاراضي المصريه، بالتالي مطلوب جدا ان شاء الله المنتخب يقدر يحقق الفوز بهذا اللقب بعد ما خلاص ان احنا هننظم هذه البطوله اصبح الضغط اكبر. وكمان هنتكلم طبعا على الاهلي ومشواره المحلي والافريقي خلال هذه الفقره بالتحديد. علشان كده خلونا بقى بسرعه نبتدي حلقتنا النهارده، نروح نشوف اهم العناوين. الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لبتروجيت. يوسف لا نلتفت للأرقام أمام بتروجيت وهدفنا مواصلة الانتصارات. بعثة الفريق الأول تغادر إلى الكونغو الأربعاء. عبد الحفيظ يطمئن من السفير المصري على إجراءات إقامة الأهلي بالكونغو. خالد مرتجي تنظيم الأهلي لبطولة الدبلوماسيين استكمالا لدوره الوطني. اتحاد الكرة توجيه دعوة للرئيس السيسي لحضور افتتاح كأس الأمم. هاني أبو ريدة لا يوجد أي تفكير في إلغاء الدوري أو كأس مصر. طيب زي ما شفنا كده أهم وأبرز عناوين حلقتنا النهاردة واللي بتخص كل الأخبار اللي تخص الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، تخص النادي الأهلي بشكل كامل وكمان فيما يتعلق بالمنتخب المصري واتحاد الكرة، أخبار محلية وعالمية أكيد هتكون معنا كتير جدا في حلقة النهاردة. خلينا نبتدي بأهم ما كتب عن النادي الأهلي في الجرايد. الأهرام، عبد الحفيظ وعدلي يجهزان لمباراة فيتا كلوب الكونغولي، الجهاز الفني للأهلي صالح جمعة ملتزم وسيحصل على فرصته. الأخبار، لعنة الإصابات تطارد الأهلي، تأكد غياب السولية وإكرامي عن مباراة بتروجيت ونجيب يقترب من العودة. الشروق، تغييرات إجبارية في تشكيل الأهلي أمام بتروجيت، ياسر إبراهيم وحمدي فتحي بدلا من سعد سمير وعمرو السولية. عبد الحفيظ يفتح ملف التجديد لأزار وحمودي والمهاجم المغربي يقترب من المشاركة أمام فيتا كلوب. الجمهورية، قبل لقاء الغد أزمة أهلاوية جديدة بسبب الرباعي. المساء، قبل لقاء الغد مع بتروجيت الخطيب في تدريبات الأهلي لتحفيز اللاعبين، عودة الشناوي وتدريب قوي لتحقيق الفوز على الفريق البترولي، أدوار جديدة لمعلول وأجاييه وصبحي وحمدي فتحي. الأخبار المسائي،
اشتعال المنافسة على خط وسط الأهلي، الفريق يختتم تدريباته استعدادا لبتروجيت، ولاسارتي يطمئن على جاهزية اللاعبين. اوكي يعني خلاص هي اخبار زي ما بقول لحضراتكم كده بتخص النادي الاهلي في الجرايد. نبتدي بالاهرام واللي اتكلمت على ان كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن سمير عدلي بيستعدوا للسفر للكونغو مبكرا قبل الفريق بحوالي 24 ساعه، يعني مباراه ان شاء الله بكره امام بتروجيت. كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن سمير عدلي طبعا مدير الكره والمدير الاداري للنادي الاهلي هيسافروا ان شاء الله يوم الثلاث علشان يوصلوا قبل الفريق ب 24 ساعه اللي هو باذن الله مقرر سفره يوم الاربعاء القادم استعدادا لهذه المباراه اللي هتكون يوم السبت الجاي ان شاء الله. بالتالي هم هيروحوا علشان يطمنوا على كل ما يخص الفريق هناك، سواء من ناحيه الاقامه مقر إقامة الفريق أو فندق الإقامة الخاص بالنادي الأهلي في الكونغو، أو كمان من حيث ملاعب التدريبات اللي إن شاء الله هيتمرن ويستعد من خلالها النادي الأهلي لمباراة فيتا كلوب. هذه المباراة الهامة ومباراة أكيد هتكون صعبة جدا لأن فيتا كلوب موقفه صعب شوية في المجموعة، وفي نفس الوقت فريق كبير وعنده جماهير كبيرة جدا، ومن هنا هتكون أهمية هذه المباراة ومن هنا هتكون صعوبة هذه المباراة. هو بيحتل المركز الأخير في المجموعة الرابعة، فبالتالي هيبقى مطالب بالفوز ان شاء الله، ما يوفقش ويفوز على النادي الاهلي ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يحقق نتيجه ايجابيه تطمنه شويه قبل مباراه شباب الثوره اللي هتكون في مصر عشان ان شاء الله يضمن الصعود للادوار المقبله، وبدايه بدور الثمانيه من بطوله دوري ابطال افريقيا. كمان اللي عايز اتكلم عليه في نفس الخبر ده، وان الجهاز الفني بيعلق على قصه صالح جمعه، وكلام كتير دايما على صالح جمعه، يعني بحس ان الاعلام كده بياخده كمادة سهلة وخصبة للحديث عن هذا اللاعب صالح جمعة، وهما بيقولوا إن صالح ملتزم وفرصته جاية، وكمان يعني بينفوا بتعليقهم ده إن اللاعب طلب إن هو يمشي. إحنا سمعنا كلام كتير الفترة اللي فاتت على صالح بقى ملتزم فلازم يلعب وفي ضغط كبير جدا واللاعب زعلان إنه ما بيلعبش وكلام من ده، وأعتقد إن صالح بنفسه طلع امبارح كتب تويتة مهمة جدا وعلق على الموضوع ده، وقال ان هو عارف جدا دوره داخل النادي الاهلي، وقال ان هو جزء صغير من كيان كبير جدا في النادي الاهلي هو بيدين ليه دايما بالفضل. ده كان تصريح صالح جمعة على حسابه الشخصي على تويتر. بالتالي اللاعب ملتزم، فرصته ان شاء الله هتيجي اكيد، لان هو لاعب عنده امكانيات كبيرة جدا، واللي بيتابع تدريبات الاهلي هيشوف ان صالح جمعة وزنه قل جدا، اعتقد رجع صالح الجمعه 5 سنين ورا، مستواه البدني كمان اصبح جيد. على فكره هو الفتره اللي فاتت كان عنده اصابه خفيفه في العضله الخلفيه، عشان كده كان بعيد شويه، ما كانش بيشارك في التدريبات الجماعيه بشكل كامل، لكن بقاله 4 5 ايام بيشارك في التدريبات بشكل جيد، ومن الوارد ان يتم استدعائه بالتحديد للمباريات المحليه في بطوله الدوري، لان احنا زي ما احنا عارفين صالح الجمعه مش مقيد افريقيا مع النادي الاهلي، لكن بشكل عام اللاعب ملتزم، واعتقد ان صالح الجمعه خلاص خد درس مهم جدا من المراحل الكبيره الماضيه اللي هو مر بيها واللي عطلته بشكل كبير جدا في مسيرته الكرويه، واللي كان ممكن نشوفه افضل من كده بكتير، لكن الوقت لسه امامه باذن الله. صالح جمعه هيكون احد العناصر المؤثره بشكل كبير قوي مع النادي الاهلي خلال المراحل المختلفه المقبله. طيب نروح لخبر اخر وهو من الاخبار، وبيتكلموا على لعنة الإصابات اللي بتطارد النادي الأهلي. أعتقد هو الموضوع قل شوية، يعني قل نسبيا، يعني آخر فترة الأخيرة أو الأسبوع اللي فات ده للأسف اتصاب كل من عمرو السولية وشريف إكرامي، لكن في نفس الوقت بيعود أحمد فتحي، بيعود وليد أزارو، في الطريق راجع لك وليد سليمان، في الطريق كمان راجع لك محمد نجيب، وده اللي مكتوب في الخبر إن محمد نجيب كمان يقترب من العودة. السولية عنده زي شد في العضلة الأمامية، بالتالي مش هيكون متواجد في مباراة بكرة، وفي اتجاه كبير رغم أنه على فكرة ممكن يشارك في مباراة فيتا كلوب، لكن في اتجاه كبير حتى هذه اللحظة لعدم استدعاء عمرو السولية لمباراة فيتا كلوب، عشان يعني يتم الحفاظ عليه بشكل أكبر ويكون جاهز بنسبة 100% لما هو قادم من مباريات بعد مباراة فيتا كلوب. لكن هي إن شاء الله الإصابة بالنسبة له بسيطة جدا، وعمرو السولية أصبح من العناصر التي لا غنى عنها خلال المراحل اللي فاتت، وان شاء الله اكيد نستفاد منه بشكل اكبر خلال الفتره اللي جايه، وخصوصا ان هو بيأدي بمستويات رائعه جدا جدا في مبارياته مع النادي الاهلي، وده اللي ادى لانضمامه للمنتخب المصري. طيب
واكرامي كمان عنده شد في السمانه. طيب هو يعني زمايلي في الاعداد بيقولوا لي خبر مهم جدا جدا، هو خاص بجونيور اجاييه وتعرض لاصابه في العضله. ايه يا جماعه؟ لسه مش عارفين حقيقه الاصابه. طيب يعني هو خبر مؤسف واحنا بنتكلم على الاصابات للاسف، يعني جونيور اجاييه خلال المران بيتعرض لاصابه، لسه مش عارفين حقيقه الاصابه ايه، لكن بناء على هذه الاصابه هو ما قدرش ان هو يكمل التدريبات مع النادي الاهلي واحنا بنتكلم معاكم دلوقتي للاسف. لكن يا رب يا رب ان شاء الله تكون الاصابه بسيطه لجونيور اجاييه، وخصوصا ان احنا شايفينه الفتره اللي فاتت بعد ما عاد هذا اللاعب يعني ادى كل ما لديه من اداء جيد جدا واضافه قويه لفريق النادي الاهلي، سواء من حيث الاهداف او صناعه الاهداف او الشكل الجمالي حتى في الملعب. عرفنا او شفنا قيمه جونيور اجاييه في المباريات، لكن ان شاء الله نتمنى الاصابه تكون خفيفه، وهحاول بقدر المستطاع اعرف لكم حقيقه الاصابه ونقولها لكم على طول واحنا معاكم على الهواء دلوقتي من خلال زمايلنا سواء في الاعداد او زمايلنا كمان المتواجدين في ملعب مختار التتش في الجزيره عشان يقولوا لنا كل التفاصيل الخاصه بالمران بشكل عام واستعدادات النادي الاهلي لمباراه الغد، وايضا فيما يخص جونيور اجاييه اللي تعرض لاصابه للاسف في هذه اللحظات وانا بكلمكم. كمان محمد نجيب بيقترب من العوده، ومحمد نجيب يعني عارفين ان هو كان عنده زي اصابه في الركبه، اعتقد ان هو خلاص في المراحل الاخيره من هذه الاصابه وقرب ان هو يعود للمشاركه في المباريات، وهو لاعب عنده خبرات كبيره جدا. لا محمد نجيب يعني اكيد نتمنى له كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه. طيب نروح للتعليق على خبر اخر من جريده الشروق، هما بيتكلموا على التشكيل المتوقع لمباراه الاهلي غدا في ظل غياب بعض العناصر سواء عمرو السوليه سواء سعد سمير للايقاف سواء شريف اكرامي، في بعض العناصر اخرهم كمان جونيور اجاييه مش عارفين هيقدر ان هو يكون موجود ولا لا، هنشوف الدكتور هيقول له ايه. لكن بشكل عام بيقولوا ان في تغييرات اجباريه في تشكيل الاهلي امام بتروجيت، وبيتكلموا او شيء يعني شيء بديهي اعتقد ان ياسر ابراهيم يكون متواجد بدل من سعد سمير وحمدي فتحي، او كريم نيدفيد على فكره ممكن يكون متواجد مكان عمرو السوليه. ده فيما يخص التشكيل المتوقع لمباراه الغد واللي بتتكلم عنه جريده الشروق. لكن الملف الاخر وهو الخاص بتجديد عقود بعض اللاعبين وابرزهم وليد ازارو واحمد حمودي، وان الكابتن سيد عبد الحفيظ فتح هذا الملف في محاوله لتجديد عقود هؤلاء اللاعبين. وكمان بيتكلموا ان المهاجم المغربي طبعا وليد ازارو يقترب من المشاركه امام فيتا كلوب، ومعرفش ممكن يكون متواجد بكره ولا لا، هنعرف ايضا بعد انتهاء المران هيكون موجود في القائمه ولا لا بالنسبه لوليد ازارو. لكن وليد ازارو الفترة اللي فاتت ايضا كان في كلام كتير جدا عليه، وان في ترحيب من الجهاز الفني ان هو يمشي، وان في كلام غريب جدا وان اللاعب برضه عايز يمشي. ودايما دايما لما النادي الاهلي يفوق ويقدر ان هو يفوز مباريات ورا بعض وكلام من ده هتلاقوا اشاعات كتير، ده شيء طبيعي واعتقد جمهور النادي الاهلي متعود على الكلام ده، لكن الحقائق دايما هتلاقوها عندنا، احنا بنحاول نقول لكم كل ما يخص الفريق بشكل صادق جدا، حتى لو في ازمات او في مشاكل هنقولها وهنقول احلولها وهنقول الامور هتكون ماشيه ازاي. لكن وليد ازارو احد العناصر المهمه جدا التي لا غنى عنها، وان الجهاز الفني مقتنع بيه اقتناع تام، وعشان كده طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ رغم ان هو لسه ناقص سنه ونص في عقده هو فتح ملف تجديد وليد ازارو، ونفس الموضوع بالنسبه لاحمد حمودي لاعب النادي الاهلي وايضا من اللاعبين الجيدين واللي اكيد ان شاء الله يكونوا اضافه خلال الفتره الجايه مع الفريق. يا جماعه لو في اي جديد في التتش على طول اولويه ناخدهم عشان نعرف ايه نعرف ايه الامور. طيب نروح للجمهوريه، خبر برضو من الاخبار الغريبه شويه يعني لازم نعلق عليها، وبالتحديد هم بيقولوا قبل ماتش بكره ازمه اهلاويه جديده بسبب الرباعي. الرباعي اللي هم قصدهم بيهم مين؟ صلاح محسن، محمد شريف، صالح جمعه، ورامي ربيعه. هم كاتبين في متن الخبر ان الرباعي ده يعني عامل ازمات علشان هو ما بيلعبش وبقاله فتره كبيره مش بيشارك في المباريات، ونفسه ان هو يشارك رغم جاهزيتهم بشكل كبير جدا، عايزين يشاركوا بيطلبوا من الجهاز الفني ومتضايقين وكلام من ده. والله يا جماعه الكلام ده مش موجود اطلاقا اطلاقا، كل دي استنتاجات. يعني انت دلوقتي لو واحد قاعد بتتابع الفريق الاول للنادي الاهلي فهتلاقي بعض النجوم، وده طبيعي جدا في النادي الاهلي على مدار العصور كلها بيبقى القايمه بتاعته مكتمله ومليئه بالنجوم الكبار، فطبيعي ان انت تبقى محكوم ب 18 لعيب بس اللي ممكن يشاركوا
او في المباراه الواحده ممكن تصل ل 14 لاعب بس اللي هيشاركوا في المباراه، لكن انت بتختار في القائمه 18 لعيب، فانت طبيعي بتركز مع بعض اللاعبين، طبيعي في بعض اللاعبين ما يكونوا بعاد شويه لسبب او لاخر، حتى لو ممكن يكونوا مش مقيدين في القائمه الافريقيه، ده شيء طبيعي وبديهي جدا. لكن الناس بالتحديد بيقعدوا يستنتجوا شويه، يقول لك الرباعي الواحد مثلا زي صلاح محسن ده لاعب جامد قوي وما بيشاركش بقاله فتره رغم ان هو خد بعض الدقائق. على فكره محمد شريف برده مع بدايه الموسم الناس كانت متنبئه له بشكل كبير جدا، صالح جمعه نجم كبير قوي والراجل التزم المفروض يلعب، رامي ربيعه رجع الناس دي ما بتلعبش، لا يبقى كده في ازمه والناس دي اكيد عملت ازمه مع النادي. مفيش الكلام ده خالص يا جماعه، والله الامور ماشيه بشكل جيد جدا واللعيبه عارفين واجباتهم ودورهم، وكل مره هقول لكم الكلام ده وكل مره لازم ان احنا نرد على هذه الاخبار اللي بشانها بتحاول ان هي تهدم استقرار الفريق. ابرز مثال تويت صالح جمعه امبارح، ابرز مثال رامي ربيعه وحديثه والتزامه في التدريبات ومتابعه الناس اللي بتتابع التدريبات في النادي الاهلي يعرفوا رامي ربيعه ملتزم ازاي وبيأدي ازاي في التدريبات وكلهم مستنيين فرصهم. محمد شريف، صلاح محسن، كلهم عارفين مدى اهميه تواجدهم في النادي الاهلي وعارفين ان الفرصه لما تجيلهم ان شاء الله يقدروا يثبتوا وجودهم بالشكل المطلوب عشان يستمروا في المشاركه الاساسيه. لكن موضوع ازمه او كلام من ده غير موجود اطلاقا، وكل اللاعبين المتواجدين في النادي الاهلي نجوم كبار جدا، ومش طبيعي ان انت هتشارك كل اللاعبين في المباريات، لكن كل واحد اكيد بيبقى عنده دوره في التوقيت اللي بيختاره الجهاز الفني بقياده مستر لاسارتي. فما فيش اي ازمه خالص والامور ماشيه بشكل جيد جدا والعلاقات قويه جدا ما بين اللاعبين، وهدفهم واحد هو تحقيق البطولات دوري ودوري ابطال افريقيا ان شاء الله باذن الله مع نهايه الموسم البطولتين يتحققوا. طيب نروح للمسا قبل لقاء الغد مع بتروجيت الخطيب في تدريبات الاهلي لتحفيز اللاعبين، وانا في الحقيقه عايز اعلق على الجزئيه دي. كابتن محمود الخطيب ما كانش بعادته ان هو يحضر يعني عدد من التدريبات بشكل كبير، لكن الراجل عشان عارف اهميه المرحله، اهميه التواصل مع اللاعبين، اهميه التركيز وتحفيزهم واللي هم اصلا متحفزين كده كده، لكن تواجد قيمه وقامه كبيره زي الكابتن محمود الخطيب سواء كانه او سواء بما انه رئيس نادي او سواء كان لاعب كبير جدا في الكره المصريه ولاعب اسطوري طبعا في الحقيقه يعني، فتواجده في حد ذاته ده بيعكس مدى اهميه المرحله بالنسبه للاعبين، وشيء ايجابي جدا جدا لما يحضر الكابتن محمود الخطيب التدريبات علشان يتابع الفريق ويشد من ازرهم خلال المرحله الهامه المقبله. وزي ما قلت لكم في بدايه الحلقه ان المرحله دي مهمه جدا علشان الفريق هيحسم من خلالها بعض الملفات المهمه سواء الدوري او بطوله دوري ابطال افريقيا، فبالتالي تواجد الكابتن محمود الخطيب شيء جيد جدا. طيب عشان نطمن بقى بشكل اكبر على التمرين خلينا نروح سريعا لزميلي العزيز محمد طه مراسل قناه النادي الاهلي واللي متواجد في هذه اللحظات في مقر النادي الاهلي بالجزيره وبالتحديد عند ملعب مختار التتش بيتابع مران الفريق استعدادا لمباراه الغد. يا محمد مساء الفل عليك. مساء الفل عليك يا امير ومساء الخير طبعا على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله طبعا كله بخير. عايز اطمن منك بقى، طمني على الفريق استعداداته، بس قبل ما نتكلم على استعدادات الفريق لمباراه بكره عايز اعرف موضوع جونيور اجاييه وتعرضه للاصابه ومدى حجم الاصابه وامكانيه مشاركته في مباراه الغد من عدمها. طيب يمكن لو هنبدا بجونيور اجاييه كان اثناء المران وبعد ما المران بدا بلحظات وكان شارك في التدريبات البدنيه الاوليه، وبعدين كان في بعض الجمل اللي عملها مستر لاسارتي فجأة كده توقف اجاييه ويمكن حط ايده على العضله الخلفيه وخرج للدكتور خالد محمود ويعني حاول كده يعني يعمل تشيك عليه ويعمل فحص طبي، ويمكن على اثرها طبعا قدر المران وما استكملش المران طبعا. لسه لحد دلوقتي طبعا كده انا لحظات انا بكلمك فيها التمرين بينتهي في هذه اللحظات، لسه طبعا ما فيش اي تفسير للاصابه او نوع الاصابه بالظبط تحديدا ايه، لكن الدكتور خالد بيقول ان هو هيطلع على فحص طبي وبالتاكيد طبعا هيجيب عن مباراه الغد امام تمام. لكن لو بنتكلم على بدايه الميران طبعا، هو الميران طبعا اللعيبه تجمعوا اليوم في الساعه 3 عصر لحضور الميران، وكان في محاضره طبعا مع بدايه الميران النهارده اللي بدا في الساعه 4 من مستر لاسارتي، واكد فيها واتكلم مع اللعيبه على ضروره الفوز في هذه المباراة تحديدا واقتناص الثلاث نقاط، واكد طبعا ان المرحلة الحالية لا تقبل خسارة اي نقاط طبعا في هذه المرحلة، واكد ان مشوار الوصول لصدارة الدوري هيكون هو الهدف الرئيسي
وفي هذه المباراه تحديدا، وقال ان لازم نستفاد من الفتره اللي احنا استغليناها في الفتره السلبيه او الراحه السلبيه اللي سبقت هذه المباراه، ولازم نستغل هذه الفتره بشكل جيد جدا عشان نقدر نفوز في هذه المباراه ونأدي كمان بشكل جيد. كويس. كمان نتكلم على قوه المنافس، وقلت ان احنا المنافس هيكون صعب جدا وربما كمان تكون من اصعب المباريات اللي هنتذكرها في نهايه الدوري. صح. المباريات الصعبه هتكون دي واحده منهم، خصوصا على قوه المنافس والهزيمه اللي اتعرض ليها الفتره الاخيره، وايضا على موقفه من جدول الدوري. التدريبات طبعا بدات بشكل جماعي، تدريبات بدنيه وتدريبات الكره، وكان في بعض الجمل وبعض الصفارات على المرمى والتصويب على المرمى، ويمكن ركز شويه النهارده مستر لوسافي على التصويب من خارج ال 18 والتصويب بشكل كبير جدا في هذا الجيران. ايضا يمكن بعد اصابه اجايو ولما خرج منتظرين لحد دلوقتي تحديد نوع الاصابه او التصريح بشكل كامل من الدكتور خالد محمود، لان زي ما قلت لك في اللحظات دي المران لسه بينتهي. تمام. لسه القائمه كمان ما اعلنتش. عمرو سليح، طبعا عاشور، عمرو جمال طبعا استكملوا برنامجهم التاهيلي، وليد سليمان استكمل برنامجه في الجيم ايضا. يمكن النهارده في فقره طبعا خاصه مع كابتن طارق سليمان مدرب الحراس مع شناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير والصاعد محمد طارق، ويمكن كان في جلسه بين كابتن طارق سليمان وبعض وكل الحراس، حارس واحد زي ما كان معلن لكل الحراس، اتكلم معاهم وقال ان النادي الاهلي كل حارس موجود جوه النادي الاهلي هو حارس مرمى النادي الاهلي. صح. واي منهم هو يحرص عليه النادي الاهلي في اي وقت. ولازم يكون قد المسؤوليه، ولازم يكون عنده الحافز وعنده الدوافع انه يكون جاهز في اي حراسه عديد مرمى النادي الاهلي كاي لاعب داخل الملعب. بخصوص اكرامي اخيرا حارس مرمى الفريق، انه هيستقرر موضوعه الفحص الطبي غدا الاثنين ايضا تحت اشراف الهيئه الطبيه كامله برئاسه الدكتور احمد عبد العزيز للوقوف على اخر التطورات بالنسبه لاصابه الدعم. يمكن ده كل اللي حدث في ملعب ستاربيتش في هذه اللحظات اللي بنتكلم فيها. منتظر الان ان القائمه بعد لحظات. كويس. طبعا ان شاء الله في اعلانها توافيك. أكيد. بشكرك محمد، شكرا جزيلا. زميلنا العزيز محمد طه، مستنيين منك كمان قائمة الفريق أول ما تطلع تبعتها لنا أو تقولها لنا على طول علشان نعرف القائمة اللي هختارها مستر مارتن لاسارتي. ومحمد مراسل قناة الأهلي، يعني يمكن اتكلمنا على الفريق واستعداداته لمباراة بكرة، كان أبرز خبر طبعا لازم نتكلم فيه هو إصابة جونيور أجاييه، واللي واضح جدا من كلام محمد طه زميلنا في النادي هناك إن اللاعب خلاص مش هيشارك في مباراة الغد، وإن الواضح كمان إن هو كان بيشتكي من العضلة الخلفية خلال المران، بالتالي خرج ما قدرش إن هو يكمل التدريبات. خبر للأسف يعني سيء بالنسبة للنادي الأهلي، لكن أكيد أكيد في كل اللاعبين اللي قدروا يعوضوا غياب جونيور أجاييه ويقدروا كمان يؤدوا نفس الأدوار اللي بيأديها هذا اللاعب الهام جدا. الأهم إن الإصابة تكون خفيفة إن شاء الله وما تاخدش وقت كبير، لأن احنا محتاجين بشكل كبير جدا لعيب بقيمة وأهمية جونيور أجاييه. طيب خلينا سريعا بقى نروح نشوف أهم ما كتب عن النادي الأهلي في المواقع، يلا بينا. الموقع الرسمي للأهلي تعرف على قرعة بطولة الأهلي الدبلوماسية لكرة القدم للسفارات والهيئات الدبلوماسية. الموقع الرسمي للأهلي، الأهلي يكشف دوافع استضافته لبطولة السفارات والهيئات الدبلوماسية. الموقع الرسمي للأهلي، الأهلي يختتم اليوم استعداداته لمباراة بتروجيت. أخبار اليوم، يوسف، الأهلي يدخل مباراة بتروجيت بدوافع مواصلة الانتصارات المحلية. الشروق، يوسف، لا نلتفت للأرقام أمام بتروجيت وهذا مكسبنا من تأجيل مواجهة بيراميدز. بوابة الأهرام، الأهلي يحدد موعد سفره إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب. بوابة فيتو، عبد الحفيظ يطمئن على ترتيبات إقامة الأهلي في الكونغو. مصدر بالأهلي ده من يلا كورة، لم نخطر بأي تعديل بشأن ملعب مباراة فيتا كلوب. طيب دي اهم الاخبار اللي كانت بتخص النادي الاهلي على المواقع النهارده، وخلينا نبتدي بالموقع الرسمي للنادي الاهلي، واللي النهارده زي ما احنا عارفين كان فيه
ورعت بطولة السفارات والهيئات الدبلوماسية اللي بينظمها النادي الأهلي للسنة الثالثة على التوالي. وفي الحقيقة البطولة دي لها أهداف عدة، سواء الدور الوطني اللي بيقوم به النادي الأهلي، التقارب كمان بين الشعوب والترابط بين الدول، وكمان زيادة جسور التعاون ما بين الدول والسفارات داخل مصر. في الحقيقة هي بطولة مهمة جداً، ممكن الناس لسه مش عارفاها قوي، هي دي ثالث سنة ليها، وكل سنة في الحقيقة كانت بتنجح وبتقام في مقر النادي الأهلي في الشيخ زايد. فيعني ليها أهداف كثيرة جدا هذه البطولة، وأكيد إن شاء الله تخرج بالشكل الجيد النهاردة. والنهاردة أعتقد غطينا لكم القرعة بشكل كامل، وإن شاء الله نتمنى نجاح هذه البطولة. وكالعادة أي حاجة بينظمها النادي الأهلي في الحقيقة بتكون ناجحه بشكل كبير جدا، سواء من الناحيه التنظيميه، كمان المباريات من الناحيه الفنيه بتبقى مباريات جيده. يعني ان شاء الله نتمنى نجاح هذه البطوله، لكن الاهم ان احنا او نبين جدا الدور الوطني اللي بيقوم به النادي الاهلي من خلال مش بس البطوله دي، لا في جوانب كثيره جدا النادي الاهلي بيقدر من خلالها ان هو يقوم بدوره الوطني. وكمان اتجاهات عديدة، سواء دور اجتماعي، دور رياضي، يعني اتجاهات كتيرة جدا بيسير فيها النادي الأهلي بشكل أكثر من رائع، مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب. طيب كمان عايز أروح لأخبار اليوم، موقع أخبار اليوم، واللي خدوا تصريح على لسان كابتن محمد يوسف، واللي قال فيه إن الأهلي بيدخل مباراة بتروجيت بدوافع مواصلة الانتصارات المحليه، طبعا الانتصارات المحليه بالتحديد، لان احنا يمكن تعرضنا لخساره، او اخر مباراه في دوري ابطال افريقيا امام سيمبا تعرضنا للاسف لخساره. لكن الاهم ان انت بتركز على مباراه، كل مباراه لوحدها، انت دلوقتي في الملف المحلي فمركز فيه بشكل كبير جدا. اهميه مواصله الانتصارات زي ما بيقول كابتن محمد يوسف انك تفوز على بتروجيت وتروح للزمالك محليا وانت كاسب كل مبارياتك السابقه، اخر 9 مباريات بالتحديد. ان شاء الله لما الاهلي يكسب بكره باذن الله يكون الأهلي حقق الانتصار التاسع على التوالي، فإن شاء الله يقدر النادي الأهلي إن هو يفوز في مباراة الغد. وده اللي أكد عليه كابتن محمد يوسف، إن الفريق مركز بشكل كبير جدا. نفس السياق برضو الشروق من خلال كابتن محمد يوسف، إن هو بيقول إن إحنا مش بنلتفت للأرقام في مواجهة بتروجيت، وهدفنا أو هذا مكسبنا من تأجيل مواجهة بيراميدز. هو بيتكلم على المكسب من تأجيل مباراة بيراميدز في الكاس، ان الاهلي خد راحه شويه، او اللاعبين خدوا 48 ساعه راحه سلبيه، وبعد كده دخلوا في التدريبات، فكان بالتالي في شق بدني مهم جدا بالنسبه للاعبين، وايضا كان في شق فني وتكتيكي بشكل كبير جدا استفاد منه ايضا اللاعبين من خلال السبع ايام دول اللي كانوا ما بين مباراه الجونه واخر مباراه فاز فيها النادي الاهلي في بطوله الدوري. مباراه كانت قويه جدا، وقدر النادي الاهلي يفوز 2-1 في فتره قليله قوي مع نهايه المباراه، و طبعا مباراة بكرة إن شاء الله أمام فريق بتروجيت. فبالتالي إن شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في كل ما هو قادم إن شاء الله بإذن الله، لأن منتظرين إن شاء الله النادي الأهلي يعني يحقق بطولتين مهمين جدا، سواء الدوري أو بطولة دوري أبطال أفريقيا اللي غايبة بقالها فترة عن جمهور النادي الأهلي اللي كان متعشم بشكل كبير جدا السنتين اللي فاتوا إن هو يحقق هذه البطولة، لكن للأسف ما كانش فيه توفيق وأسباب أخرى كثيرة جدا مش هنتطرق ليها يعني. طيب يلا كوره، بتتكلم ان النادي الاهلي حتى الان ما جالوش اي اخطار رسمي بتغيير ملعب الشهداء. ملعب الشهداء ده اللي هو هيستضيف من المفترض مباراه الاهلي وفيتا كلوب الكونغولي ان شاء الله يوم السبت القادم. القصه ايه؟ القصه ان كان في مباراه لفيتا كلوب مع احد الفرق في الدوري الكونغولي، المباراه دي شهدت اعمال شغب كبيره جدا من الجماهير، وكانت المباراه دي على ملعب الشهداء. فبالتالي اداره الملعب ده طلعوا بيان وقالوا ان هم هيقفلوا هذا الملعب لحد ما يعملوا كل الاصلاحات الخاصه بسبب التلفيات اللي ممكن تكون كانت حصلت بسبب اعمال الشغب اللي شهدتها هذه المباراه في الدوري الكونغولي. لكن بالتالي بعض التقارير قالت ان الملعب هيتغير، لكن النادي الاهلي بياكد ان ما جالوش اي اخطار رسمي بتغيير ملعب المباراه حتى الان. النادي الاهلي عامل حسابه انه هيلعب على ملعب طبعا الشهداء الخاص بفريق فيتا كلوب، في الحقيقه ملعب صعب جدا، وقدر ان هو فريق فيتا كلوب يفوز فيه انتصارات كبيره جدا وبعدد من الاهداف وافر في مختلف المباريات، سواء
بطوله الكونفدراليه السنه اللي فاتت قدروا ان هم يفوزوا على المصري بنتيجه 4-0. فازوا كمان على كمان في المباراه النهائيه اعتقد كان مين الرجاء المغربي 3، رغم ان هم خسروا اللقب لكن دايما ملعب صعب جدا. ده كلام طبعا على لسان كابتن سيد عبد الحفيظ علشان فيما يخص مباراه الاهلي وملعب هذه المباراه بالتحديد امام فيتا كلوب، واكد ان هو ما فيش تغيير لهذا الملعب خالص. وزي ما قلت لكم في بدايه الحلقه ان كمان اكد لنا ان الشناوي خلاص هيكون متواجد مع بعثه الفريق في الكونغو بعد الانتهاء من الاجراءات الخاصه بسفر اللاعب بالتحديد اجراءات التجنيد وتصريح السفر. بالتالي الشناوي اصبح متاح زي ما قلت لكم مع بدايه الحلقه. دي كلها اخبار مهمه جدا جدا اتكلمنا عنها سواء فيما يخص النادي الاهلي في جرايد النهارده او فيما كمان يخص النادي الاهلي في المواقع على الانترنت النهارده، والكلام كله والعناوين الخاصه بالنادي الاهلي. هنروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نواصل كل ما يخص فقراتنا النهارده في حلقه كلام في الميديا. كلام في الميديا النهارده وبالتحديد هنتكلم عن كل ما يخص الأخبار المحلية والأخبار العالمية وأخبار محترفينا في الخارج. الشروق، اتحاد الكرة توجيه دعوة للسيسي لحضور افتتاح كأس الأمم. الوطن سبورت، أبو ريدة لا يوجد تفكير في إلغاء الدوري أو كأس مصر. اليوم السابع، اتحاد الكرة يرفض إلغاء السوبر المصري وتأجيله بعد أمم إفريقيا. كرة، اتحاد الكرة يستقر على مقر اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا. سوبر كرة، كاف يطلب زيادة غرف الملابس في ملاعب كان 2019. اليوم السابع، أبو ريدا، إنفانتينو ورؤساء الاتحادات القارية سيحضرون حفل قرعة أمم إفريقيا بمصر. الفجر، اليوم أجيري يعود من أسبانيا بعد أجازة 4 أيام. فيتو، غدا انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي استعدادا لملاوي. وان ثري، عمرو طارق يشارك في تعادل كولومبوس كرو مع نظيره نيويورك ريد بولز. الشروق، أسطورة هولندا ينتقد ليفربول بسبب صلاح. أس، جارس بيل يثير الجدل بموقف غريب خلال الكلاسيكو. سبورت 360، يواكيم لوف يستسلم لتير تشيجن ويوجه انذار لنوير. في الجول، تعرف على التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم. طيب، أخبار في الحقيقة كلها مهمة سواء على المستوى المحلي أو المستوى العالمي أو كمان فيما يخص المحترفين المصريين في الخارج، لكن خلينا نبتدي بالأخبار المحلية في الأول، وبداية من الوطن سبورت وتصريح للمهندس ثاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، واللي قال إن مفيش أي تفكير لإلغاء أو تغيير أو أي حاجة تخص الدوري أو كأس مصر، يعني مفيش تفكير خالص إن الدوري والكأس يتلغوا. وقال ان احنا هدفنا الاساسي ان البطولتين يكملوا بشكل كامل، خصوصا ان المستويات الفنيه في بطوله الدوري بالتحديد، على طبعا حد كلام المهندس هاني ابو ريده، ان البطوله ماشيه بشكل جيد جدا ومثير من الناحيه الفنيه، فطبيعي جدا ان شاء الله ان احنا هنواصل طبعا العمل على استكمال بطوله الدوري وكمان استكمال بطوله كاس مصر. وفي الارجح كمان بطوله كاس مصر هيتم استئنافها ربما يعني بعد كأس الأمم الأفريقية اللي هتكون في شهر 6 بتحديد، بداية من يوم 21 من شهر 6 القادم. طيب، كمان اليوم السابع بتتكلم على السوبر المصري وإن في اتجاه لرفض إلغاء بطولة السوبر المصري وإن هو هيتأجل وهيقام
بعد أمم أفريقيا. المواعيد المقترحة هتكون إمتى؟ هتكون يا إما شهر 7 يا إما شهر 8 القادم. وفي الحقيقة هو أكيد في إصرار على إقامة هذه البطولة. إحنا عارفين البطولة دي هتجمع ما بين الأهلي والزمالك، والأهلي طبعا كبطل للدوري والزمالك كبطل الكاس، النسخ الأخيرة من البطولتين دول. لكن هم قالوا إن إحنا بشكل كبير جدا البطولة دي هتقام شهر 7 أو 8، وإحنا عارفين في جوانب تسويقية كتير جدا من هذه البطولة. فإن شاء الله نتمنى أن كل البطولات سواء الدوري أو كاس مصر أو سوبر الأمور كلها تسير بالشكل الجيد جدا، لأن ده كله بكل تأكيد في مصلحة الكرة المصرية. طيب، في خبر مهم جدا من موقع في الجول، وهو خاص بأن في بعض التعديلات على قانون كرة القدم. علشان نعرف التعديلات دي بشكل أوضح أكيد لازم نروح لقيمة تحكيمية كبيرة جدا. أنا على المستوى الشخصي بحبه قوي كابتن سمير محمود عثمان. يا كابتن سمير مساء الفل على حضرتك. مساء النور، ازيك كابتن أمير؟ وحشني جدا. أنت أكتر والله. أخبار حضرتك إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله، وبستمتع على طول. ربنا يخليك. الراقي والجميل. ربنا يخلي حضرتك. طبعا يعني عايزين نعرف التعديلات الجديده اللي تم اعتمادها خلاص بشكل رسمي فيما يخص كره القدم، وابرز هذه التعديلات وايه الجدوى كمان من التعديلات دي. طب بدايه، لجنه الإفاب بتجتمع في الاتحاد الدولي تمام في كل سنه من الوقت ده. كويس. تمام. وده الاجتماع رقم 133، ودي خاصه بقانون كره القدم. لجنه الإفاب كده سريعا يا كابتن بتتكون من اسكتلندا وايرلندا وويلز وانجلترا، تمام، ومعاهم طرف خامس الاتحاد الدولي. كويس. تمام. كويس. إن عملت الاجتماع كان اول امبارح وخدت تعديلات مهمه، وعرضها كله يا كابتن. عاوزين يقللوا إضاعة الوقت في المباريات، وبعض الحالات اللي بتوتر العلاقة بين اللعيب والخصم والجمهور. كان أبرز التعديلات دي سريعا يعني يا كابتن. تعرف حضرتك لما بنعمل عملية استبدال لازم يكون الماتش واقف، ولازم اللعيب يخرج من أرض من نص الملعب، ويبقى اللعيب المستبدل ينزل مكانه نص الملعب عند الحكم الرابع. دلوقتي قال لك لا، أول ما يبقى في استبدال اللعيب المستبدل اللي خارج ممكن يخرج من اي نقطه هو قريب ليها في الملعب، اقرب نقطه ليه يعني، اقرب نقطه عند الدرجه الثالثه هناك كده يخرج من هناك. عند ركله المرمى او الكورنر يخرج من الحته اللي هناك. كويس. اللعيب الثاني ينزل على طول. تمام. دي كانت نقطه مهمه جدا. تمام. من بعض النقاط برضو المهمه يا كابتن، وهتريح الحكم في المباراه وهتقلل التوتر. عارف حضرتك كابتن امير لما بيبقى في ركله حره مباشره او غير مباشره بره ال 18 في حائط الصد بيقف الحيطه. تمام. بتلاقي بعض المهاجمين واقفين مع الحيطه بالظبط، وتلاقي في مناوشات اللي يزقوا وما يزقوش وكده. راح الاتحاد الدولي قرر امبارح اما الحيطه دي تتلعب، واي لعيب من الفريق الخصم عاوز يقف لازم يبقى مسافه على الاقل متر من الحيطه. متر. فطبعا دي متر. طبعا دي هتسهل قوي الامور. كويس. تمام. مش هتلاقي لعيبه، مش هتلاقي احتكاكات والحكم يقف كتير ويقعد يقول لي ده استنى واسكت ومش عارف ايه وكلام من، هيبقى في سرعه ايضا للعب يعني. تمام. للعب. وفي نقطه ثالثه بقى الناس ما كانوش واخدين مالهم منها اثناء تنفيذ ركله المرمى. كويس. او الخطا المباشر او غير مباشر داخل منطقه الجزاء لصالح المدافع. حضرتك عارف ان الكره دي بتبقى في اللعب اول ما الكره تطلع بره ال 18، بمعنى تاني ايه؟ عندنا اللعيب بيلعب ركله المرمى، الكره يا كابتن امير مش بتبقى في اللعب غير اما تطلع بره ال 18. بالظبط بالظبط. دلوقتي لا، عملوا عليها تعديل. قال لك ايه بقى؟ ان الكره هتبقى في اللعب بمجرد الكره تتحرك. تمام؟ تمام. وفي الحاله دي ممكن لو المهاجم يعني مهاجم او المدافع ممكن، يعني مدافع بالتحديد ممكن يستلم الكوره من داخل البوكس عادي دلوقتي ولا لسه؟ يستلم. برافو عليك. يستلم. بس بشرط اثناء التنفيذ هو يكون واقف بره ال 18. تمام تمام. يعني قبل يعني ما الحارس يطلع الكوره من رجله هو يكون اولا بره ال 18، لكن بمجرد ما الكوره تطلع من رجل الحارس ممكن يدخل يستلمها. برافو. من داخل ال 18. برافو عليك. كده بقى محتاج واحد سبنسر طبعا ممكن يجيبها وممكن يجيب منها جول. بالظبط. عارف الكوره ما تبقتش في اللعبه غير ما تطلع بره ال 18. بالظبط. كنت بتشوف المدافعين بيعملوا ايه؟ بيستنوا الكوره. لما يلعب ركله المرمى يروح المدافع جاي مستلمها من جوه، يروح الحكم عايدها. بالظبط. انت كمان زمان لو كان مسكها بايده جوه ما فيهاش ركله جزاء كان هيعيدها برضه. لازم الكوره تطلع بره ال 18. تمام. عندنا برضه في نقطه مهمه اثناء تنفيذ ركلات الجزاء او ركلات الترجيح،
لازم حارس المرمى يبقى بين القائمين وتحت العارضه، على الاقل في رجل فيها محطوطه على الخط، تمام؟ عشان تعرف في حراس مرمى بيبقوا واقفين جوه المرمى، في حراس مرمى بيبقوا متقدمين، لا دي شرط بقى ان لازم على الاقل تبقى في رجل عشان برضه تدي حريه لحارس المرمى، عشان الثبات الانفعالي بتاع حارس المرمى صعب جدا لما توقفه ما يتحركش. طبعا قال لك لو في رجل يبقى اوكي. النقطه المهمه بقى يا كابتن امير، ودي فرقت جدا، هتفرق جدا، اللي هي في العداله. كان زمان والكره بتتلعب لو خبطت في الحكم كان بتسمع بيقول لك الحكم يعني لاعب، لاعب طبعا. لا دي الحمد لله بقى الاتحاد الدولي خد باله منها وخد قرار فيها، لو الكره اصطدمت بالحكم، لو الكره اصطدمت بالحكم لا الحكم هيوقف ويعمل اسقاط. تمام. اوقات كتير جدا بتبقى في ظلم بين كده، الكره تيجي من غير قصدها تيجي في الحكم وتخش جول. حصلت عندنا في الدوري المصري السنه اللي قبل فاتت، طب لو تفتكر بالظبط مباراه السنه اللي قبل فاتت كان مباراه اسوان، وقمت الكره اصطدمت بالحكم من غير قصده دخلت جول. قال لك لا هنا بقى بس في المقابل يا كابتن، يا كابتن سمير، طب ما هو برضه موضوع الاسقاط ده ممكن يعطل من اللعب شويه، عكس اما الكره تخبط في الحكم واللعب يكون مستمر، ده يعني ده بخلاف الهدف اللي هم بيعملوه. بس اما يعطل اللعب يا كابتن احسن اما جول يجي غلط. كده في فرقه هتستفيد بهدف او بهجمه مرتده ما مالهاش حق فيها. هم عاوزين يوصلوا للعداله مع اخر حاجه. نقطه ثانيه برضه، ان دلوقتي الحكم المباراه ليه حق اشهار الكارت الاصفر او الاحمر للجهاز الفني او الاداري، تمام؟ او من زمان اللي احنا لغايه دلوقتي. انا ما ينفعش اطرد المدرب او اللعيب الاحتياطي بطلع له كارت، لا. لازم بقى كنت بقول له اطلع بره على طول كده. برافو عليك، دي بتبقى لغه شكلها مش كويس، يعني كشكل ادبيا مش كويس لما تشاور واحد تطلعه، ده انت في الكارت اللي انت عارفه الكارت الاصفر ده بنزل المدرب او الدكتور او اي حد من الجهاز الفني، او كارت احمر بقول له استبعاد. الاشاره ان ما بتيجي تطلعه بره بايدك دي مش كويسه ادبيا. طيب كابتن سمير، التعديلات دي هتطبق من امتى بالظبط؟ من الموسم اللي جاي ان شاء الله 2019، اللي جاي اللي هو 2019 2020 باذن الله. طب هل هيبقى في محاضرات بالنسبه للفرق المصريه او اللاعبين المصريين عشان يعرفوا التعديلات دي ويبقوا عندهم المام بيها بشكل كافي؟ بص يا كابتن، طبعا التعديلات دي بتوصل للاتحاد الاهلي، والاتحاد الاهلي المفروض يعممها على كل الانديه. وهنا بقى انا بطلب من الاتحاد المصري انه يبعت جوابات رسميه لكل الانديه، تمام، يقول لهم يا جماعه احنا عندنا في محاضرين او في حكم يقول لكم التعديلات فيها في وسط الموسم. صح. كل نادي يقول لك انا ما كنتش شيء اعرفها، فالنادي اللي بيخاف على مصلحته بصراحه يطلب ان التعديلات دي تجي له وتتشرح له من اي حد من الحكام. طيب كابتن سمير بسرعه في 30 ثانيه وانا بختم مع حضرتك، موضوع الفار هل ممكن فعلا يطبق من بدايه الموسم اللي جاي؟ لان في الجمعيه العموميه الاخيره لاتحاد الكره احد اعضاء اتحاد الكره قالوا او وعدوا اعضاء الجمعيه العموميه ان وارد جدا وان بنسبه كبيره هيكون في تطبيق لتقنيه الفار في بدايه الموسم، هل نلحق ان احنا نطبق هذه التقنيه مع بدايه الموسم الجديد؟ يعني خلال 30 ثانيه قبل الاذان طبعا هتبقى صعبه جدا، لان لازم عندك عنصر بشري يتمرن عليها ومش اجهزه انت تجيبها بس، تمام، لازم يتمرنوا عليها. اتمنى انها تحصل بس هتبقى صعبه الموسم اللي جاي. خلاص بشكرك شكرا جزيلا كابتن سمير محمود عثمان، طبعا حكمنا الدولي الكبير والشهير جدا، واتكلمنا معاه عن بعض التعديلات اللي جريت اخيرا واللي هتطبق بدايه من شهر 6 القادم ان شاء الله في قانون كره القدم، اكيد كانت مداخله هامه جدا جدا. طيب هنروح سريعا لفاصل، بعد الفاصل نرجع نوصل فقراتنا وكلام في الميديا من خلال طبعا استضافه ضيفنا العزيز الاستاذ محمد باهي الناقد الرياضي بالاهرام بعد الفاصل. أنا الآن موعد آذان المغرب حسب. أهلا بكم من جديد بعد الفاصل، بينضم لي في هذه اللحظات ينورنا وشرفنا في الاستوديو أستاذ محمد باهي الناقد الرياضي الكبير بالأهرام. أستاذ محمد مساء الخير عليك. أهلا بك يا أستاذ كبير وأهلا بالسادة المشاهدين، نورنا، ربنا يخليك. كله تمام؟ كل تمام زي الفل. قبل ما نستفيد في الحديث مع استاذ محمد باهي خليني سريعا اقول لكم القائمه الخاصه بالنادي الاهلي لمباراه الغد امام بتروجيت واللي لسه خارجه منذ لحظات واللي بتشهد كمان مفاجات كثيره جدا. مستر لاسارتي اختار 20 لاعب، ال 20 لاعب مكونين من محمد الشناوي، علي لطفي، واحمد طارق سليمان في حراسه المرمى، خط الدفاع محمد هاني، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، رامي ربيعه،
بيعود للانضمام لقائمة النادي الأهلي، وعلي معلول وإحدى المفاجآت المهمة جدا انضمام أحمد فتحي لقائمة النادي الأهلي بعد غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة في العضلة الأمامية. في خط الوسط هشام محمد، كريم ندفد، رمضان صبحي، حسين الشحات، وناصر ماهر، وحمدي فتحي. في خط الهجوم مروان محسن وعودة وليد أزارو للانضمام لقائمة النادي الأهلي أيضا بعد الغياب لفترة كبيرة بسبب الإصابة بمزق في العضلة الضمة. وليد أزارو بيأدي التدريبات بشكل جيد وبالتالي متواجد في قائمة النادي الأهلي. كمان صلاح محسن وجيرالدو، وكمان رغم الإصابة وزي ما كنا متواصلين معاكم بالنسبة لجونيور أجاييه، جونيور أجاييه متواجد في قائمة النادي الأهلي لمباراة الغد. ده يعكس أن الإصابة مش إصابة قوية وأن هو جاهز طبعا طبقا لرؤية دكتور خالد محمود بالتنسيق مع الجهاز الفني أن أجاييه ممكن الاستعانة به في مباراة الغد. يبدو أن الإصابة الحمد لله مش كبيرة بالنسبة لجونيور أجاييه، أحد اللاعبين المهمين جدا بالنسبة للنادي الأهلي. إذن قائمة مهمة جدا وبتشهد العديد من المفاجآت، رامي ربيع، أحمد فتحي، وليد أزارو، كمان مواصلة جونيور أجاييه للانضمام في القائمة. طيب أستاذ محمد، نبتدي من قائمة النادي الأهلي، تعليقك على القائمة. لا طبعا دخول محمد الشناوي من جديد ومع تدعيم علي لطفي واحمد طارق سليمان، تمام، في حراسه المرمى مطمئنه لحد كبير، سواء غاب شريف اكرامي حل محله محمد الشناوي، فطبعا خبرات كبيره كويس. فدي في حراسه المرمى مطمئنه. انا بس ليا ملحوظه على خط الظهر، يمكن ما فيش غير السردباكين بس، هو ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، طبعا بنقول له الحمد لله على السلامه، تمام، وبنتمنى له التوفيق، مع وجود طبعا ايمن اشرف. ايمن اشرف طبعا كجوكر في الدفاع، سواء بيلعب سردباك او بيلعب باك ليفت، فدي يعني الى حد بس هو كده خلاص. بكره اللي هيكون اساسي ياسر ابراهيم وايمن اشرف. بالظبط. مع وجود برضه عوده احمد فتحي طبعا، يعني عوده يعني مهمه جدا، يعني معنى كده ان انت برضه امنت الدفاع باكتر من ورقه. يعني احمد فتحي احيانا بنستعين به في مركز المساك، وفي نفس الوقت ظهير ايمن كمان في نص الملعب. بالظبط كده، يعني ده يعتبر من احد الجواكر الرئيسيه في النادي الاهلي. طبعا القوام الاساسي بقى في الديفندر موجود هشام محمد، موجود كريم، في ممكن طبعا مع غياب كده وحمدي فتحي. وحمدي فتحي بالظبط، طبعا شفنا كلنا مشاركه حمدي فتحي كانت فعاله في بدايه انطلاقات مشاركته مع النادي الاهلي ومع ارتدائه للزي الاحمر، فاعتقد ان هو مهم جدا وفعال بشكل كبير. طبعا غياب عمرو السوليه، اعتقد ان وجود هشام محمد وحمدي فتحي ومعهم كريم، طبعا كريم برضو بيلعب في اكتر من مكان، يمكن القائمه بتتميز بان وجود اكتر من لاعب في اكتر من مركز، ودي السياسه اللي تبعها النادي الاهلي في الفتره الاخيره، ودي يعني حاجه بتدعو للتفاؤل اكتر، انك تلاقي لعيب اكتر بيلعب في اكتر من مركز. يعني طبعا صانع الالعاب طبعا لا خلاف عليهم، يعني بالنسبه لحسين الشحات، رمضان صبحي، وعوده اوزارو طبعا بتضفي لخط الهجوم قوه وسرعه كمان، لان وليد اوزارو بيتميز بالسرعه وسرعه الارتداد وسرعه الهجوم، فبينقلك من خط الوسط الهجوم بشكل سريع. ومع صلاح محسن، يمكن صلاح محسن في يعني الى حد كبير بالنسبه لادائه المهاري والفني بيشبه لحد كبير ازارو، تمام، ولكن ده برضو ليه طريقه لعب تهديفيه وده ليه طريقه لعب تهديفيه. يمكن صلاح محسن بيتميز برضو بالتهديف من انصاف الفرص، يعني تمام. اعتقد ان هذه القائمه قادره بشكل كبير. اول ازارو كمان مهم قوي. طبعا لا، وجود أجاييه كمان، هو كمان أجاييه بيوصل للقائمه. تخيل من اول مشاركه ليه، طبعا نتذكر من اول مشاركه ليه لحد اخر مشاركه ليه، النادي الاهلي ما شاء الله بيحصد ثلاث نقاط، فدي مهمه جدا. جيرالدو بقى ورقة رابحة، ورقة تغيير رابحة مهمة جدا. وارد ان هو يبتدي المباراة جدا، اذا لو ابتدى المباراة يبقى هنا بيعكس فكر المدرب الهجومي اللي هو اللي بيخلص على المباراة بسرعة. لو في وجود جيرالدو بسرعته الفائقة لاعب مميز جدا، هو بيلعب برجلين الاثنين، هو طبعا كلاعب اشهر بيلعب ناحية الرايد وبيخش على جوه او بيجري في ناحية الرايد
بسرعه بيسبق المدافعين فبيصنع اكتر من فرصه، سواء بيهدف او بيصنع اكتر من فرصه. يعني نتمنى طبعا قائمه النادي الاهلي كل او النادي الاهلي بشكل عام كل توفيق في المباراه، كمان مباراه مهمه جدا مباراه بتروجيت. بقى انا عشان كده عايز اسالك بقى على هذه المباراه، كيف ترى مباراه بتروجيت ومدى صعوبتها بالنسبه للنادي الاهلي في مرحله زي احنا عارفين مرحله صعبه ومهمه جدا من خلال مباريات في مختلف البطولات وكلها مباريات حاسمه. بص، هو انت لما تيجي تلعب فريق بيعاني من صراع الهبوط بيبقى مباراه حساسه جدا جدا للغايه، بتبقى صعب. وخصوصا لما يكون بتروجيت هو بيلعب في الثلاثه المراكز الاخيره، يعني هيلعب الاهلي بتحفظ. واحنا ومحمد عوده دايما كمدير فني معروف عنه انه بيلعب بيقرا الخصم الاول، بيلعب بشكل تحفظي دفاعي شوي. فاعتقد ان بتروجيت مش هيغامر في وجود النادي الاهلي، وده اللي واضح من قرايه الجهاز الفني للنادي الاهلي لطريقه لعب بتروجيت، ولذلك اختار اكتر من عنصر هجومي. يعني انت لو بصيت لكل اوراق النادي الاهلي هتلاقي اوراق هجوميه بالظبط، ومع رغبه القضاء على المباراه من بدايتها ومعرفه الخصم هيلعب ازاي. فبتروجيت اولا عنده عناصر حريفه، يعني حريفه كوره، بيلعبوا عنده لعيبه كويسين، عنده لعيبه كويسين، وفي نفس الوقت المباراه مش هتكون سهله 90 دقيقه، لا مباراه تكتيكيه. انا شايف انها مباراه تكتيكيه ما بين رغبه الاهلي، رغبه الاهلي انه يخلص على المباراه بدري، وما بين رغبه بتروجيت انه ياخر الاهلي شويه فوز او تقدم الاهلي تحسبا لسيناريو معين حطه كابتن محمد عوده. بالظبط بالظبط. لا نتمنى ان شاء الله باذن الله الامور تسير بشكل جيد بالنسبه للنادي الاهلي في هذه المباراه، خصوصا ان هي مباراه مهمه جدا في مشوار النادي الاهلي في بطوله الدوري. لكن ده فيما يخص مباراه الاهلي وبتروجيت، لكن الفتره اللي فاتت كلها عايز اخد تقييم حضرتك للنادي الاهلي، قدر ان هو يفوز 8 مباريات متتاليه في بطوله الدوري بيقرب بيهم للصداره، فارق 4 نقاط بس مع المتصدر نادي الزمالك. وكمان الجانب الافريقي، يعني احنا متصدرين مجموعه ده هنتكلم عليه، بس نتكلم عن الدوري الاول وتقييمك للنادي الاهلي خلال المرحله الكبيره الماضيه. بص، هو الاهلي طبعا حط في دماغه ان هو لازم يحصد النقاط تلو الاخرى. كويس. في ناحيه معنويه وناحيه فنيه. الناحيه الفنيه هو قدر ان هو يوصل بعدد النقاط المرجوه والمستهدفه. كويس. لانه عارف كويس قوي ان المنافس لما النادي الاهلي بالذات، مش اي نادي تاني، لما النادي الاهلي يدب كده برجله كده خلف القمه، يبقى عارف كويس قوي ان ده حرب اعصاب. حرب نفسيه. حرب نفسيه. اذا الاهلي بيلعب على وترتين في خطين متوازيين. كويس. الخط الاول اللي هو الخط الفني، وده قدر ان ربنا كرمه انه يقدر ياخد 24 نقطه متتاليه. لما يحقق التارجت ده في معدل الثمان مباريات ده، هو عارف كويس قوي حتى المنافس لو بيكسب، بس لو الاهلي بدا الثمان مباريات دي، رحله الثمان مباريات مباراه تلو الاخرى تلو الاخرى، يعني تحت حد الثمان مباريات، لما يوصل للمباراه الرابعه ويوصل بقى يبدا يعد 4 5 6 عشان يوصل ل8، عارف كويس قوي ان المنافس بيهتز. كويس. بيصدر عليه ضغط، يعني بيصدر له القلق، وده ده التاريخ اللي بيقول كده، مش ان مواليد الصدفه. فبالتالي يعني يمكن حظ النادي الاهلي كويس قوي لانه سعى لده، ما جاتش باي لك. انا بسعى لان انا احصد النقاط، وفي نفس الوقت عارف كويس قوي المنافس بتاعي ممكن يجرى له ايه لما اقرب منه. طبعا مباراته مهمه جدا جدا جدا. انا يعني لما اوصل للتوب، مثلا بيقول لك ايه، الوصول للقمه صعب، والاصعب منه ان انت تحافظ عليه. انا لسه ما وصلتش للقمه، بس المهم اوصل. دي صعوبه. ده الهدف الاول. ده الهدف هيتحقق. لو اتحقق الهدف ده هيساعدني ان انا احقق المرحله الاصعب، اللي هي الحفاظ على القمه، وخصوصا ان انا مش المنافس منافس تقليدي، منافس قوي طبعا. النادي الزمالك نادي كبير، لا وبيعدي موسم اكثر من رائع في الحقيقه، يعني مش اي منافس ثاني. انا اهم حاجه عندي ان هو كان صاحب المركز الثاني ان انا اتجاوزه. دي بتديني اسبقيه او اريحيه
لمده لدرجه 50% اللي هو بيراميدز يعني انت دلوقتي متساوي معاه في النقاط، لكن هم لاعبين زياده عنك ثلاث مباريات، لو انت كسبتهم هيبقى فارق 9 نقاط، بالتالي اعتقد انهم مبرر منافسه خالص خالص يعني. اعتقد وهو ده المستهدف. وهو يعني لو نادي تاني اقول لك ممكن يبقى ايه كتف كتف بكتف، لكن انا كنادي حققت التارجت بتاع 8 مباريات لا وقدامي كمان 3 مباريات ان انا اخد اي بناط عشان اعدي المركز الثاني، لا دي هتكون ان شاء الله مفروغ منها يعني. انا بتكلم بشكل واقعي ومنطقي. فبالتالي او الاهلي لما يجي يوصل بقى للقمه، ودايما عودنا النادي الاهلي ان هو لما يمسك في القمه خلاص ما بينزلش منها، المهم ان هو يوصل. وده التارجت اللي هو او المستهدى او الهدف اللي هو هيحققه في الفتره اللي جايه. ده اللي حصل يعني من خلال الفتره اللي فاتت. وطبعا النادي الاهلي قدر ان هو يوصل لمرحله جيده جدا في بطوله الدوري. بالتالي انا عشان كده عايز اسالك على بطوله الدوري بالتحديد، رايك فيها ايه من الناحيه الفنيه، وايضا شكل المنافسه سواء في القمه او في القاع؟ هل المنافسه في القمه منحصره ما بين الاهلي والزمالك ولا ينضم لهم بيراميدز؟ وايضا منافسه القاع احنا عارفين حوالي 9 أندية تقريبا بينافسوا على البقاء في بطوله الدوري. بص، هو الدوري السنه دي يختلف عن اي سنه في حاجه. تمام. في انديه في الثلاث اربع مواسم اللي فاتت كانت بتتشبث بالمركز بالمربع الذهبي زي سموحه، المصري، المقاصه، يعني الاسماعيلي. الاسماعيلي طبعا. طب الانديه دي فين؟ الانديه دي خرجت من المربع. فبالتالي في ناس كتير يقول لك لا الدوري قوي، الدوري قوي جدا قوي. طب خلي بالك المصري رجع للمربع الذهبي، المصري المركز الرابع دلوقتي، المقاصه كمان بينافس. هو ده بقى اللي الاسماعيلي كمان ليه 3 4 مباريات مؤجلين، لو كسبهم ممكن ينضم شويه للقمه يعني. ده اللي بنأمله. ده اللي بنأمله ان عوده ان الطيور المهاجره دي اللي هاجرت وراحت لقاع الجدول، كنا بنتمنى له فعلا ان الناس دي ترجع تاني للمربع الذهبي عشان تزيد المنافسه. تزيد المنافسه على القمه ايا كان بقى، سواء الاهلي، بيراميدز، الزمالك، المهم ان الناس دي ما يبقوش ضيوف شرف وديوك بتاكل بعضها في المؤخره. لا، عوده المصري مهم جدا لقوه الدوري، عوده المقاصه، عوده سواء الاتحاد السكندري، الانديه الجماهيريه دي. فبالتالي بيطفو على الدوري قوه. انا شايف ان كان الدوري كان ضعيف جدا من وجهه نظري الشخصيه. لا، في الدور الاول. في الدور الاول. الدور الاول كان تحت المتوسط. ليه؟ مع ان البعض شايف ان الدوري كان مثير شويه، في مباريات قويه من الناحيه الفنيه. لا لا لا، بص، طول ما الاهلي كان تحت وكان ذهنه بعيد حتى شويه بافريقيا وبعيد عن الدوري، اولا من اكتر من ناحيه. ناحيه المتابعه الجماهيريه، اولا ما كانش فيه متابعه جماهيريه، ما كانش فيه اهتمام جماهيري للدوري. طول ما الاهلي ما بيلعبش، طول ما فيش تركيز مع الدوري. دي حاجه. الاهلي ما لعبش ماتشات كتير، اذا هنا ما فيش اثاره. كان الاتحاد بيلعب ام بي بيلعب المقصه، الداخليه بيلعب بتروجيت مش عارف بيلعب نجوم المستقبل. ما كانش اولا ما كانش فيه المتابعه الجيده، ما كانش فيه الاثاره القويه. فبالتالي كان الدور الاول كان ماشي بشكل ضعيف. ليه؟ لان كمان المنافسه كانت احاديه. لما يكون المنافسه احاديه بتفقد برضو رونقها، بتفقد قوتها وبتفقد اثارتها. لما يكون الزمالك ماشي في وادي خالص لوحده، ويكون الدوري كله في وادي تاني، لا ما بيبقاش فيه متابعه، ما فيش قوه، ما فيش حد هيبقى هيصطدم بحد بنفس القوه زي لعبه الريست كده القويه، لعبه المصارعين كده. البيراميدز اضاف للدوري بعض من الاثاره في الدور الاول، لانه كان بيحاول ان هو ينافس في الدوري. ولما طبعا هو ارتكب اكتر من خطا كروي، خطا فني، تغيير مدربين. اولا تغيير مدربين، واستغنى عن 2 من افضل اللعيبه بتاعته كانت في بدايه الموسم، كانوا هدافين اللي هم اللعيبه الاجانب. تمام. فما فاضلش غير لعيب واحد بس، هو كينو. وهو طبعا كينو في نفس الوقت هم ضموا عناصر قويه برضه يعني. ما لما عمر خربين ده لعيب جامد قوي جدا طبعا، وعبد الله السعيد، واكتر اكتر من لاعب في الصفقات. بس انت ضمتهم امتى؟ يعني انا اعتقد يعني في الوقت الضايع، في الوقت اللي هو اللي كان يامل ان هو يجيب الصفقات دي فيحصد النقاط تلو الاخرى فيبقى اول يعني. بالتالي ده اللي بعد بيراميدز عن نفسه شويه يعني. المنافسه خلاص اصبحت من بين الاهلي والزمالك من وجهه نظري. من وجهه نظري، ما هي المنافسه المعتاده. بتاعت كل سنه. تمام. هيخش بقى بيراميدز، يخش غيره، هيبقى اهلي وزمالك. هيبقى على المركز الثالث.
يعني المنافسه اللي جايه هتكون ما بين بيراميدز ومثلا ممكن الاسماعيلي لو رجع بمبارياته بالزبط. المصري المقصه ممكن يكون على المركب والانتاج كمان الحربي يعني ماشي بشكل كده جيد جدا. طب بالتحديد عايز اسالك عن مستر مارتن لاسارتي وتقييمك لادائه مع الاهلي حتى الان، وهل الراجل خلاص يعني استكشف كل الامور اللي بتخص اللاعبين والفريق خلال المرحله القصيره اللي فاتت؟ ما بقالوش شهرين تقريبا بالظبط مع النادي الاهلي. بص مستر لاسارتي اوراقه او هدفه اتكشف بس بعد فتره يعني، وده طبعا شيء يحترم جدا لانه قفل على نفسه في البدايه من اول ما جه. تمام. عارف نقطه او حاجه الاهلي ايه او حاجه الفريق ايه. اولا واضح جدا وده صعب، ولعب على الولاتر الصعب اللي هو ايه، اصعب حاجه انك انت تلعب على مهارات لعيبتك، واصعب حاجه انك تلعب على امكانيات وقدرات لعيبتك. هو الراجل ده اصلا فكره هجومي طبعا يتناسب مع طموحات النادي الاهلي وامكانيات وقدرات ومكانه النادي الاهلي. تمام. لما انا العب على القدرات الهجوميه وانا ما عنديش الاوراق اللي تساعدني على الكلام ده، واصطدم بموضوع الاصابات وخصوصا الاوراق اللي هي في الثلث الاخير اللي بتترجم مجهود الفريق الى اهداف، فدي طبعا دي تعجز اي مدرب. تمام. حتى لو كان صاحب فكر. هو قدر يعالج الموضوع ده ازاي؟ قدر يستغل اوراق لعيبته الفرديه لصالح الفريق المهاريه. تمام. يعني قدر يخرج من كل لاعب مهاري، بدليل ان عمرو السلية بيروح للجون دلوقتي بيحرز اهداف. بالظبط، معناه بيحرز اهداف يعني بيروح للجون. وكريم ندفد، وكريم ندفد اللي ما كانش حتى بيوصل الكره لل 18. فاذا هنا طور من اداء لعيبته وقدر ياخد لعيبته الى بر التهديف، فده شيء مهم جدا جدا. اذا هنا الراجل ده مش وليد الصدفه، اذا الراجل ده كان بيفكر ويقرر، قبل ما يقرر يفكر. تمام. وفكر طبقا لمعطيات الفريق ومعطيات لعيبته وقدرات الفريق واللي قدر يوصل بيه. يعني اي، انا معتقدي الشخصي لو اي مدرب في العالم تاني مش معرفش يتفهم ظروف النادي الاهلي وظروف الاصابات دي كان وقع، كانت الفتره دي هتبقى صعبه عليه جدا جدا، وكان خد الفريق. هو واضح ان هو اتصرف بذكاء جدا في فتره صعبه زي دي في الحقيقه، سواء بسبب الاصابات وغيابات ناس كتير جدا. كمان مش الاصابات بس، انت عندك ضغط، انت اول مره في تاريخ نادي يلعب كل يومين ثلاثه ماتش. اكيد لفتره كبيره، تقعد شهر ولا شهرين بتلعب كل يومين ثلاثه ماتش، ده شيء صعب جدا على اي جهاز فني. ضغط المباريات بشده. بس انا عايز اقول ان طلاقه المهارات الاداريه متمثله في مجلس الاداره وفي اداره النادي الاهلي، ان قدرت تجيب صفقات، دي مهارات برضو طبعا، وتلاقت مهارات الجهاز الفني بقياده لاسارتي، مهارات الفكريه الفنيه، يعني تلاقت المهارات دي مع المهارات دي. انا عاجبني تصريح المهارات الاداريه ده، تعبير جديد يعني. لا انا يعني واضح جدا الاهلي بيملك الملكه دي. تقصد بيها يعني التفكير الصحيح في الوقت الصحيح، بالوقت الصحيح باللاعبين المناسبين لدوام النادي الاهلي في مرحله زي دي، قدر ينتفض في الوقت المناسب، ويقدر يجيب اللعيبه اللي تتناسب مع قدرات لاسارتي. كويس. فدي طبعا يعني فكر يحسد عليه، يعني يحسد عليه النادي الاهلي. طيب بمناسبه الاهلي والدوري المصري بشكل عام، النهارده كان في مباريات قويه جدا في الدوري المصري. كان مباراه المصري البورسعيدي مع طلائع الجيش انتهت بفوز المصري بنتيجه 1-0. كابتن ايهاب جلال في الحقيقه عامل شغل جامد جدا. المباراه الثانيه كانت ما بين الانتاج والمقصه وانتهت بفوز المقصه بنتيجه 3-1. الانتاج ابتدى يتراجع نسبيا في اخر كام مباراه كده، فبالتالي اعتقد كانت مباريات قويه والنتائج مهمه اكيد وهتفرق في ترتيب جدول البطوله اعتقد. اكيد. بص انت لسه بتقول تراجع الانتاج الحربي. فعلا. عارف ليه؟ ليه؟ اولا من صفات كابتن مختار مختار. مدرب كبير في الحقيقه كابتن مختار. كل الفرق اللي ممسكها بيبدا من فروم توب تو بوتوم، من القمه. القمة الذهنية والقمة البدنية. مختار معروف عنه من ساعة ما مسك بتروجيت مثلا من 10 سنين. كان معروف عنه إن قاسي جدا في الناحية البدنية. بيعمل من أفضل الناس اللي بتعمل فترات إعداد.
فتلاقي اللعيب هو كابتن حلمي طولان بالمناسبه يعني بالزبط. بسمع دايما ان هو فترات الاعداد عنده بتبقى صعبه عنده عاليه جدا. القوه البدنيه دي لما تكون عاليه جدا في بدايه الموسم لابد ان ينزل منحناها اثناء الموسم. امتى بقى؟ على ظروف الفرقه وظروف اللعيبه. ممكن بقى تكون في نص الدور الاول، نهايه الدور الاول، بدايه الدور الثاني، ولان انت دخلت دلوقتي في ضغط المباريات. كويس. ضغط المباريات هنا بيكشف عمليه الاستعداد البدني والذهني من بدايه الموسم. فهنا عشان كده الانتاج محتاج، انت عارف الانتاج ده لو مثلا قال لك ايه الدوري متوقف لمده 10 ايام. هيجي بقى انا على مسؤوليتي، هيجي بعد ال 10 ايام هيبقى من اول من اكتر الانديه اللي في الملعب ويحصد نقاط. تمام. الانتاج مش لاحق، مش لاحق. هو في الحقيقه في حاجات غريبه جدا في الدوري السنه دي، يعني مثلا بيراميدز بعد مباراته الاخيره امام الجونه اعتقد او لعب بعديها مباراه وكسب امام المقاولين العرب 1-0، عنده شهر ونص تقريبا راحه، مش هيلعب كوره خالص، مش هيلعب ماتشات خالص. دي حاجات من الطرائف الغريبه يعني طبعا في بطوله الدوري، لكن يعني خلينا نقول السنه دي سنه استثنائيه. عايز اروح مع حضرتك لملف الافريقي الخاص بالنادي الاهلي، وكده كده عايزين نتكلم فيه سريعا لان عايز اسالك عن بعض العناصر في فريق النادي الاهلي. شايف مسيره النادي الاهلي الافريقيه حتى الان ازاي؟ بص طبعا كل قبل مباراه سيمبا الثانيه ان خلاص الاهلي يمكن يحقق رقم قياسي. طبعا ما فيش فريق في بطولات افريقيا تخطى ال 13 14 بونت. فبالتالي هو بس مجرد ما شامل 10 بونت يبقى قريب وبيبقى الاقرب للصعود للسيمي فاينل. النادي الاهلي لما حصد 7 بونت وواجه فريق تسيمبا هنا وكسب بخمسه، الكل اعتقد انه هيروح يكسب هناك مثلا 1-2 ويبقى 10 بونت خلاص وصل بنسبه 95%. اللي اجل، مش هقول بقى اللي صعب، اللي اجل وصول النادي الاهلي هو خسارته من سيمبا. طبعا. اعتقد ان هو ان النادي الاهلي فوزه المباراه اللي جايه هيكون قريب جدا جدا قاب قوسين او ادنى، وحط رجله في السيمي فاينل قريب قوي قوي. اعتقد ان هو مش السيمي فاينل، الربع النهائي او الربع النهائي سوري. فبالتالي هيبقى قريب جدا من هيبقى صعد يعني بشكل رسمي خلاص، لان بقى ناقصه مباراه واحده لكل الفرق في المجموعه يعني، لكن فرص النادي الاهلي كبيره ان شاء الله. كبيره جدا، كبيره جدا. طيب بالتحديد عايز اسال حضرتك عن اثنين لعيبه في النادي الاهلي، وانا السؤال ده كنت سالته الكابتن محمد يوسف امبارح، كان معايا في مداخله وكلمته عن حسين الشحات ورمضان صبحي، وقلت له تقييمكم ايه كجهاز فني ليهم، وخصوصا ان هم بيتعرضوا لضغط كبير جدا من الاعلام بشكل كبير ومن الجماهير المصريه. في طبعا جمهور النادي الاهلي بيساندهم بشكل كبير لان هم محتاجين المسانده ان احنا نشوفهم ان شاء الله بمستواهم، وهم ايضا بيأدوا مستويات جيده. لكن انت رايك ايه؟ هل شايف ان في استعجال شويه من الناس على اثنين نجوم كبار زي دي حسين شحات ورمضان صبحي؟ بص هو طبعا حسين ما شاء الله عليه لا غبار عليه، واحنا انا بشكل خاص انا كنت متابعه من ايام ما كان قبل ما يروح حتى شارع الدخان. تمام. يمكن كان في مدينه نصر وبعد كده راح شارع الدخان، انا شفته في شارع الدخان بص عالمي في شارع الدخان. تمام. افضل سنين حياته اللي لعبها، ولما راح المقصه ابدع. اذا هنا اللاعب عنده اساسيات، كويس، لعب كويس طبعا، لا غبار عليه، ولا يختلف اثنان على مهارات وامكانيات حسين الشحات. دي ناحيه. الناحيه الثانيه رمضان صبحي مش ابن الاهلي، مش ابن لسه عارفينه امبارح يعني بالظبط كده. ولكن يؤخذ على ان حسين الشحات من اغلى اللعيبه واغلى الصفقات، يعني الناس كلها مستني منه سوبر مان بالظبط، يعني جاي يقفز على كل شويه يروح يجيب جون ويرجع الفرقه الثانيه تسيطر يعني. فبالظبط، فيعني وده انا برضو يعني بحسد وبحيي مستر لاسارتي على ان هو مش بيستخدم امكانيات لعيبته وبيستخدم مهارات لعيبته، وعنده بدل حسين الشحات عنده اثنين، وبدل رمضان عنده اثنين، وهكذا فبيستغل واخدين الفرصه. تحس ان من الاسماء كلها لعيبه اساسيه. تحس ان هم اي واحد من رمضان وحسين انت متوقع مزيد من التالق ان شاء الله ليهم الفتره الجايه. اصرار رمضان صبحي وبيعمل تاكلينج بالظبط، يعني رمضان مش واخد من زمان على انه ينزل ويعمل تاكلينج والتحامات قويه، وتبص تلاقيه بيجري بيجيب الكوره، لا عنده الرغبه، عنده الرغبه والاصرار. حسين يعني ايه عنده مهارات، ولسه هتتفجر اكتر في المباريات اللي جايه،
وانا بقول لك الاثنين دول هيبقوا من مساهمين جدا في انتصارات النادي الاهلي في الوقت اللي جاي. طيب فرصه وحضرتك معايا ايضا، عارف ان انت متخصص شويه في دوري الدرجه الاولى، عايزين نعرف نطمن على المنافسه ازاي سريعا واقرب الفرق للصعود. بص من طبعا مجموعه الصعيد بالذات دايما معودانا ان اللي بيمشي اول خصوصا في الدور الثاني بيمشي وبيوصل للنهائي. اسوان النهارده فارق 9 بونت عن بني سويف اقرب المنافسين دي. اسوان ثم بني سويف يتبعوا بقى بعد كده الاعلاميين عامل فرقه كويسه قوي. اسوان تعرض لهزيمه مفاجاه في اخر مباراه قدام تحرير، قدام اضعف فريق تحرير اسوان. وخلي بالك ده تحرير اسوان كمان متعادل مع الدور الاول بالظبط، يعني الفريق الوحيد اللي واخد منه 4 بونت. لكن قريب لهزيمة اسوان يعني قريب، عنده امكانيات وعنده قدرات وعنده خبرات سواء جهاز فني، رغم ان مجدي عبد العاطي سنه اولى به يعني اول مره يبقى مدير فني في الدوري في اي دوريات. تمام. وطبعا احنا سنه اولى بيه مسمينه بيه عشان ممتاز بيه. وعنده جهاز معاون كويس وعنده لعيبه كويسه. الغريب بقى في المجموعتين الثانيه والثالثه، المجموعه الثانيه 5 بيتنافسوا على نيل بطاقه التاهل. تقدموا طبعا الترسانه بفارق بونت عن اف سي مصر. ثم سيراميكا، القناه، كوكاكولا. دايما ببقى منحاز للانديه الكبيره التاريخيه طبعا يعني في الترسانه. طبعا يعني كل ترسانه يعني عنده مباراه مهمه جدا جدا قدام سيراميكا يوم الخميس، وفي سي عنده في القناه. اذا اصحاب المربع الذهبي للمجموعه الثانيه هيلتقوا سويا يوم الخميس. المجموعه الثالثه تخيل لاول مره في تاريخ الكره المصريه واول مره في تاريخ الممتاز به انه يتنافس 8 انديه على بطاقه التاهل. تمام. وكلها يعني ابتداء من طنطا، بلديه المحله، غزل المحله، المنصوره، ابو قير الاسمده، الاولمبي، يعني كل الانديه دي بتنافسوا تخيل. وفرق ايه؟ بونت 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 ما بين الاول لحد الثامن. فمجموعه صعبه جدا جدا، ونتمنى طبعا ان اللي يصعد يصعد عن يعني جدارة. عن جداره، وخصوصا ان انا بقول لك من دلوقتي المجموعه الثانيه والمجموعه الثالثه لن تحسم الا في مع صفارة الحكم في المباراة الأخيرة. أكيد نتمنى كل التوفيق لكل الأندية الكبيرة في دوري الدرجة الأولى، وأن هم يسروا الدوري الممتاز بمستويات رائعة إن شاء الله في حال صعودهم خلال الموسم القادم. أستاذ محمد باهي الناقد الرياضي بالأهرام، أنا بشكرك شكرا جزيلا، استمتعت بالحوار معاك ونورتنا وشرفتنا. شكرا جزيلا. سريعا قبل ما أختم مع حضراتكم، خليني أقول لكم قائمة فريق النادي الأهلي أعيدها عليكم مرة تانية الخاصة بمباراة الغد. في حراسة المرمى محمد الشناوي، علي لطفي وأحمد طارق سليمان، في خط الدفاع محمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول وأحمد فتحي، في خط الوسط هشام محمد، كريم نيدفيد، رمضان صبحي، حسين الشحات وناصر ماهر وحمدي فتحي، وفي الهجوم كل من مروان محسن ووليد أزارو وصلاح محسن وجونيور أجايب وجيرالدو دا كوستا. دي قائمة النادي الأهلي لمباراة بتروجيت غدا، إن شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة، يحصد نقاط جديدة في مشواره في بطولة الدوري، ومع بداية عدد من المباريات الهامة جدا سواء في بطولة الدوري المصري أو بطولة دوري أبطال أفريقيا. كل التوفيق للنادي الأهلي بداية من مباراة الغد أمام بتروجيت، ويواصل مشواره المحلي وأفريقي بنجاح كما هو معتاد لجمهور النادي الأهلي. دي كانت حلقتنا النهاردة في كلام في الميديا، اتكلمنا في العديد من الأمور والعديد من الأخبار. استنونا وحلقة جديدة. إلى اللقاء.